دونك هذا اليوم، اليوم الدراسي اللي تم بسوق الاربع، هو يوم كيتعلق بالتحسيس حول استعمال الماء، خاصة في هذه الفترة التي كيعرف المغرب فيها واحد الندرة ديال الماء. دونك هذا اليوم الدراسي كان من أجل تحسيس الجمعيات المجتمع المدني وجمعيات السقي بالماء وكذلك الساكنة على الدور المهم في المحافظة على الماء، بحيث أن هناك تم عروض من طرف واحد المجموعة من القطاعات ما فيهم وكالة الحوض المائي لسابو والمكاتب الجهوي الاستثمار الفلاحي والمكتب الجهوي مكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بحيث أنه طرقوا الجميع إلى الإشكاليات التي يعرفها هذا القطاع، وأيضا بعض الإجراءات المتخذة وخاصة في من أجل تتمين الماء والحفاظ عليه، حيث أن رصدت واحد الميزانية هائلة وخاصة في البرنامج الوطني للماء الماء الشروب والسقي 2020-2027 فيما يتعلق بما هو إنجازات من سدود وأيضا إنجازات أيضا لتزويد الماء الصالح للشرب والفلاحة. دونك كان هذا اللقاء إيجابي بحيث أنه تم التفاعل مع الساكنة، وأيضا إن شاء الله غادي يكون هناك لقاءات أخرى في أيام مقبلة من أجل بلورة بعض التوصيات اللي جاءت في هذا اللقاء. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه، نظمت عمالة الإقليم وقضاء ترى بتنسيق مع المجلس الإقليمي يوما تحسيسيا حول استعمال الماء تحت شعار الماء أصل الحياة، تدبيره أمانة والحفاظ عليه واجب، والذي أقيم بدار الشباب بمدينة سوق الأربع. قامت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وقضاء ترى بصفتها فاعل حيوي في تسويق الماء الصالح للشرب بعرض حول مخططها لمواجهة فترة الجفاف الحالية، حيث قامت هذا العرض بالمشاريع التي تقوم بها الوكالة للتسويق والمحافظة على مادة الماء الصالح للشرب، حيث ينقسم مخطط الوكالة إلى 6 محاور أساسية، وهي أولا الرفع من سعة تخزين المنشآت الحكومية، ثانيا تأمين تسويق الماء الصالح للشرب، ثالثا تحسين مرضوضية الشبكة لبلوغ أكثر من 80% في أفق 2025، رابعا الحد من التلوث والمحافظة على الموارد، خامسا إعادة استعمال المياه العادية للمعالجة، وسادسا التواصل المستمر مع الساكنين. فكما كتعرفوا بأن اليوم العالمي للماء هو يوم 22 مارس من كل سنة، والعالم أصبح يدرك أهمية هذه الثروة الزرقاء اللي هي الماء في ظل هذه الظاهرة ديال التغيرات المناخية. كما كتعرفوا أن مجموعة من المؤتمرات تعقد اللي كيحضروا لها رؤساء الدول اللي هي مؤتمرات الأطراف، والمغرب منخرط في هذا المؤتمر بشكل مهم جدا، والمنتظم الدولي يعني خول المغرب تنظيم مؤتمر الأطراف في مراكش في 2016، وهذا كيعطي واحد الدلاله كبيره للبلد ديالنا في القدرات ديالو التنظيميه وفي السياسه المائيه ديالو. طبعا هذا الاحساس الدولي وهذا المجهود اللي كيتم على المستوى الدولي لابد من تثمينه. بلادنا فعلا هي كتعاني من اثار التغيرات المناخيه، ولكن لابد من القول ان السياسه المائيه في المغرب سياسه مهمه، وعندنا من الخبره اللي راكمناها طيله هذه العقود. طبعا سياسه السدود اللي تبدات في الستينات، قانون صدور قانون الماء 1095 اللي تعدل قانون 36/15 واللي وضع لنا واحد الاطار تشريعي مهم جدا باش نتكيفوا مع المتغيرات اللي كاينه على المستوى الطبيعي وعلى المستوى الاقتصادي. وبطبيعه الحال النموذج التنموي الجديد كيطرح هو ايضا يعني تصور جديد لتدبير الماء. فاحنا دخلنا في واحد المرحله ديال الندره، ولا بد من مراجعه السياسات ديالنا. فالبلد ديالنا الحمد لله ما عندناش حدود مائيه مع دول اخرى، بالتالي هذا من فضل الله، لكن مع ذلك الثروه المائيه اللي عندنا لا بد من ندفر الجهود. في الجامعه، جامعه بنو طفيل كتقوم بواحد الدور كبير جدا على مستوى البحث العلمي،
يعني واحد مجموعه من المختبرات، مجموعه من المختبرات اللي كتشتغل، سواء المختبرات الجغرافيه او الجيولوجيه او الهيدرولوجيه او الهيدروجيولوجيه اللي تابعه لجامعه بن الطوفيل، كتشتغل على موضوع الماء في الجهه من تخصصات مختلفه. وطبيعه الحال الفرقاء يعني في المؤسسات الاخرى كاينه واحد الشراكه، لا مع الوكاله الحوض سابو ولا مع المكتب الوطني للكهرباء الماء الصالح للشرب، او مع يعني الوكالات المستقله لتوزيع الماء، او مع الجامعات المحليه والسلطات المحليه. فكتضافر الجهود من اجل يعني اولا تقويم الموارد المائيه اللي عندنا، ولكن في نفس الوقت تقويم الحاجيات اللي كاينه ومواجهه الاخطار اللي اصبحت الان متصله بالماء. فكنا من قبل كنواجهوا الفيضانات، الان ولينا كنواجهوا الندره. وهذا الامر هذا ما يمكن يتم الا بتضافر الجهود بما فيها الاعلام. فإذا الدور ديالكم دور مهم جدا، والمواكبه ديالو لهذه الانشطه ولهذه الايام التحسيسيه له اهميه كبيره. هذا الشيء اللي يمكن نقول لكم، وشكرا.